كنت باصص بنظرة دونية للتمثيل، وبعدين رحت بقيت رقاص. الرقص أعلى مكانة من التمثيل كان في نظرك؟ لا، الرقص ده حكاية تانية كمان، وأنا لسه لغاية دلوقتي أقول أشتغل رقاص أو كنت بشتغل رقاص. فالناس يقولوا لي قول راقص يا محمود، أقول لهم لا رقاص. ليه بقى؟ أنا كنت بكايد المجتمع بيه. أنا رقاص. يعني أنا آجي في الحتة اللي هم الناس الأرستقراط دول، ناس في الروتري، ناس مش عارف ده باش مهندس وده الدكتور، وأنا أقول له محمود حميدة رقاص ننزعج جدا. فده أنا كنت بقى يعني وكأني بتخانق مع المجتمع. رقاص لمدة 12 سنة. سنين طويلة. لا مؤاخذة، وبعتذر من كل الرقاصات المحترمات، كلمة رقاصة بتتقال بطريقة أحياناً عشان تبقى شتيمة. أيوة، كلمة ما هو ده احتقار المجتمع. كلمة رقاص برضو راجل رقاص شتيمة. أيوة أيوة أيوة، ما أنا بقولك أهو، ما هو ده نتيجة احتقار الفنون، فننسب لها دعاوى أخلاقية وهمية وهمية، ثم نستعملها. يعني نمشي في الشارع نقول البنت دي رقاصة، ما بترقصش ولا حاجة، ولكن كناية عن إن أخلاقها مش كويسة، أو الواد ده رقاص يعني أخلاقه مش كويسة برضه، ما بيرقصش خالص ولا هو ولا هي بيرقصوا. فده من فعل احتقار المجتمع للفنون. الرقص علمك الانضباط، إلّا علمك الفوضى؟ القيود هي اللي علمتني الفوضى. لما مزاجك بيعن عليك برقص عايز ترقص، بتقفل على نفسك؟ أرقص على طول لسه لغاية دلوقتي. ما يضبط الساعة إلا مغني أو رقاص، هكذا قال فؤاد حداد. الرقص علمك المرونة مع جسمك، بس ما علمكش المرونة في التعامل مع الناس؟ لا، فضلت الحمورية معايا شوية كتير، يعني لغاية 45 سنة مثلا، لما ابتديت بقى يعني ألين شوية وأعرف إزاي التصرفات اللي أنا كنت بتصرفها دي تصرفات بايخة جداً ووحشة جداً. اتكسفت من نفسك ساعتها؟ لا، ما بتكسفش أنا من نفسي. كسف من نفسي ليه؟ ما حصل خلاص، إيه اللي هجيب كسوف؟ ربنا ما يجيب كسوف لا، الفعل حصل، فأنا لا أندم على فعل ولا أخجل منه ما دام أتيته. احترفت التمثيل وقتها، كنت بتشتغل في شركة للمشروبات الغازية. احترفت التمثيل في العام 90، فأنا الشركة دي اشتغلت فيها 81 لما اتخرجت. سنة 91 كان الحرب الخليج وتوقف العمل السينمائي والتلفزيوني وكل حاجة. وبعدين أنا بعشق السينما، فقلت ما حد بيعشق حاجة إزاي يعني يعمل حاجة تانية جنبها؟ أنا هبطل شغل.